يا هلا ومرحبا فيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج تو كلينك. دكتور احمد المحمد حياك الله معنا. الله يحييك، وفي البدايه احب اشكرك على حسن الاستضافه، وان شاء الله نقدم معلومات مفيده حق متابعينا. لا شك ان شاء الله. دكتور احمد المحمد، حضرتك صاحب تخصص مهم وهو جراحه العظام. دكتور، يمكن تكلمنا في حلقات سابقه عن الكثير من المواضيع الهامه في مجال تخصصك، يمكن تكلمنا عن هشاشه العظام وايضا عن الخشونه، لكن اليوم دكتورنا بنتكلم عن التواء الكاحل. ويمكن دكتور هذه الاصابه يمكن تكثر عند الكثير من الناس وخصوصا الرياضيين. دكتور، كلمني في البدايه عن مفصل الكاحل وليش يصير فيه الكثير من الاصابات والالتواءات بالتحديد. تمام، التواء الكاحل من الاصابات اللي شائعه بين الناس، ممكن تصيب الناس العاديه سواء كان رياضي او غير رياضي. نعم. ويختلف بطريقه الاصابه، احيانا يكون هناك دوران مشط القدم للداخل، واحيانا يكون فيها دوران مشط القدم للخارج. نعم. فالاصابات مختلفه بانواعها ومختلفه باشكالها، وهم من درجات الالتواء مختلفه، قد تكون هناك التواء من الدرجه البسيطه او المتوسطه او الشديده. ممتاز دكتور، بنتكلم الحين نوعا ما على الشديده. دكتور، التواءات الكاحل في الغالب هل توصل الى الكسر ولا عاده يكون بعض التمزقات مثلا في الاربطه او الاوتار؟ تمام، اذا التواء الكاحل سبحان الله يكون هناك تقارب شديد بينه وبين اعراض الكسور. كسور الكاحل، لانهم يتشابهون في العلامات. نعم. اي واحد يكون عنده التواء او كسر يكون هناك صاحبه نوع من الالم، تورم، انتفاخ، ازرقاق في مكان المصاب. فسالفة التشخيص حق الالتواء أو الكسر غالب يكون عن طريق الأشعة السينية. فإذا تكلم أنت عن التواء من درجة شديدة والكسر يتشابهون في العلامات وأيضا يتشابهون في الشكل. ممتاز دكتور، زين، في يمكن الكثير من الناس اللي يمارسون اي نوع من انواع الرياضات ممكن خلال عمرهم يتعرضون اكثر من مره حق الالتواءات ويمارسون حياتهم طبيعيه، ممكن حتى اذا يكون في مثلا الم بسيط ممكن انه يتعايش مع الالم. الدكتور، هل هذه الامور طبيعيه ولا يجب عليه مثلا هو يهتم بهذه الناحيه ويراجع طبيب المختص، لانه ممكن مع التقدم في السن ممكن تدش عليه الكثير من المشكلات في هذا المفصل؟ انت تطرقت لي حق نقطه وايد حساسه ونقطه جدا مهمه. الالتواءات المتكرره. نعم. هذا نشوفها وايد عند الرياضيين اللي يكون عنده مثلا التواء من الدرجه البسيطه في البدايه ولكن يهمل العلاج. فالالتواء الكاحل يؤدي الى عدم ثبات في المفصل. صحيح. وعدم ثبات في المفصل يؤدي الى التواء اخر للكاحل. وندخل في حلقه مفرقه. نعم. يعني كل ما تكررت الإصابات يؤدي إلى تكررها بشكل متزايد. صحيح. فهذا يسبب عدم ثبات في المفصل، ممكن يدخل أحيانا بعض المشاكل يسبب لنا خشونة مبكرة في مفصل الكاحل. ممتاز دكتور، مفصل الكاحل كمفصل هل له علاقة مثلا في كثرة الالتواءات الموجودة أو مشكلات هذا المفصل مع زيادة الوزن أو الإصابة في السمنة؟ سبحان الله، ممكن احنا شلون ممكن نطرح السؤال بشكل شوي بشكل عام مختلف. اكثر. ان نقول والله ما هي ممكن الاشياء تزيد اصابه الانسان بالتواء الكاحل؟ العامل اللي ذكرته هو عامل السمنه، احد العوامل الموجوده. الناس اللي يمارسون الرياضه بشكل خاطئ او يكون الارضيه غير مهيئه، تكرم اللي يكون الجوتي غير مناسب لهالنوع من الرياضه. ايضا انواع الرياضه، في انواع من الرياضه تعرض التواء الكاحل اكثر من غيره، مثل نتكلم عن كره القدم، مثل لعبة الاسكواش، البادل، فيها تغيير الاتجاه. صحيح. فهذا صحيح. فيصير فيها التواءات متكررة. فأنا دائما أنصح أي واحد يمارس الرياضة لازم أول شيء يكون مكان مهيئ لهالنوع من الرياضة ويأخذ احتياطاته ويأخذ إجراءاته الصحية قبل ممارسة الرياضة. ممتاز. وأيضا دكتور، نسمع حضرتك قلت أنه يكون عنده الزي المناسب، الزي الرياضي بالكامل المناسب، وبالتحديد الحذاء الجيد اللي مثلا امتصاص بعض التغييرات السريعة في أي لعبة من اللعبات، لأن نوعية الحذاء له تأثير وايد إيجابي على مثلا عدم وجود الإصابات في مفصل الكاحل. دكتور أحمد محمد، عندي الكثير من الأسئلة لكن إن شاء الله بعد الفاصل. إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، ناخذ فاصل ونرجع نواصل حديث الشيخ مع الدكتور أحمد المحمد.
يا هلا ومرحبا فيكم أعزائي المشاهدين. عندنا من بعد الفاصل دكتور أحمد المحمد، كنا قاعد نتكلم عن التواء مفصل الكاحل، وما شاء الله عليك أعطيتني الكثير من المعلومات الهامة حول هذا المفصل. لكن دكتور، إذا مثلا الشخص تكررت عنده هذه التواءات، متى دكتور حين الوقت أنه يقول له هني لا يجب عليك أن تراجع الطبيب المختص؟ شنو الأعراض اللي تصير فيه نقول له لا هني مو شيء طبيعي، هذا هني يجب عليك أن تراجع طبيب مختص لتقييم حالة مفصل الكاحل بعد هذا الالتواء؟ تمام. في بعض العلامات اللي ممكن أي واحد منا إذا تعرض لها أنه يراجع الطبيب. إذا تعرض للإصابة وكان معاه هناك صاحبه نوع من التورم، الألم، الانتفاخ، هذا الأفضل أن يراجع الطبيب على أساس تقييم الحالة. قد يكون مثل ما ذكرنا في البداية، قد يكون هناك كسر أو يكون هناك في التواء، وكل واحدة لها طريقة علاج. المريض اللي يمارس الرياضة وعنده خوف من التواء، أحيانا ما يحس إنه ما صار فيه التواء، إنه خايف إنه يصير فيه التواء، هذا أحد علامات إن المفصل عنده غير ثابت. اللي يكون عنده ألم مزمن، اللي يكون عنده تورم في الكاحل، هذه كلها علامات تبين إنه ممكن المريض يحتاج لمراجعة الطبيب المختص لتقييم الحالة ثم وصف العلاج المناسب له. ممتاز. دكتور، مثلا أحد الأشخاص صار في هذا الالتواء وياكم مثلا العيادة في المستشفى، دكتور شنو أول شيء تسووا له عشان تقيمون حالة هذا المفصل بعد تعرضه للإصابة؟ تمام. إذا أي واحد قدر الله تعرض هالنوع من الإصابة، أول شيء يقوم بالإسعافات الأولية. في البداية يحط كمادات باردة، يرفع الريل ولا يحاول إنه يمشي عليها، ويراجع الطبيب. الطبيب في البداية يأخذ من التاريخ المرضي، متى صارت الإصابة وشون صارت، ومن ثم يبدأ التشخيص عن طريق عمل أشعة سينية، وبعض الحالات ممكن يصير فيه فحص كلينيكي. نعم. إذا كان هناك التواء، قد يكون التواء من الدرجة البسيطة أو المتوسطة، يكون علاج تحفظي. هو العلاج الغير جراحي. ولكن إذا كان هناك التواء من درجة شديدة، قد يكون هناك علاج جراحي عن طريق ترميم الأربطة المصابة. ممتاز. دكتور، في الغالب أعتقد اللي يتعرضون حق التواء المفصل هذا يكونون من فئة الشباب. دكتور، لو بنتقدم نصيحة مثلا عن الشباب اللي يمارسون الرياضة بشكل كبير ممكن يتعرضون حق التواء المفصل بشكل كبير، هل في نصائح خاصة تقدمها لهذه الفئة؟ أول شيء مراجعة الطبيب المختص والتزام بالاشتراطات الصحية. يعني بعض الحالات ممكن أنا أوصف لأنه يلبس نوع من الضبابة أثناء ممارسة الرياضة. لأن لما نلبس الضبابة تعطينا ثبات في المفصل، وأيضا تقلل احتمالية حدوث الإصابة. صحيح. قد يكون يعني بعض الأمور البسيطة اللي يلتزم فيها المريض، ولكن لها أثر كبير على المفصل ومحافظتنا على المفصل لمنع النوع من الإصابات. ممتاز. دكتور أحمد المحمد، باسمي وباسم أسرة برنامج تو كلينيك، نقدم لك كل الشكر على كل المعلومات القيمة. حياكم الله، وإن شاء الله قدمنا معلومات مفيدة حق متابعينا. لا شك لا شك، إن شاء الله. دكتور، أعزائي المشاهدين، وصلنا حق نهاية حلقتنا لهذا اليوم، نشوفكم في حلقات قادمة إن شاء الله. مع السلامة.